بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله على الصادقين الأنقياء، سلام الله على سعيكم الجاد وعزمكم المتوقد، سلام الله عليكم في ساعة تفتحون فيها هذا الكتاب تطلبون علما نافعا وترجون من الله تيسيرا وتوفيقا. نصب عيونكم آية الذاريات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وغايتكم شرف الدنيا والآخرة وسعادة ترونها في عيون أحبابكم وأهاليكم إن شاء الله، مكانة رفيعة بين الناس تستعملونها في نصحهم للخير، وعمل شريف ترجون به رزقا حلالا ومساعدة للمحتاج. يا طيبين، أنتم وقلوبكم أنقى ما في هذا العالم صدقا. ولا تنسوا، كما أن لنا موعد في الدنيا إن شاء الله في التكاثر، فلنا موعد إن شاء الله إن شاء الله عند حوض المصطفى في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التثبيت. أخيرا، كتاب التكاثر وكورس التكاثر على المنصة. خلينا نتكلم دلوقتي عن الكتاب. الكتاب ها هو في يدي الآن، وتقدر دلوقتي حالا تحجزه من على موقع بوك ستور أو على موقع بوك بي. حالا تقدر تحجزه، ويا سلام لو أنت كده وثلاثة أربعة ثلاثين أربعين من زمايلك في نفس المكان تشتروا مع بعض، بحيث إن الشحن يتوزع عليكم ويوصلكوا في أيام قليلة بإذن الله. أما لو أنت عايز من المنافس فهتلاقي تحت في وصف الفيديو أو فوق الفيديو، أو يعني بص دعبس كده شيل الفيديو حطه، هتلاقي في أول كومنت أيا كان هتلاقي فيه لينك البي دي إف دوت، موجود فيه كل المنافذ اللي موجود فيها الكتاب. تقدر تروح تدفع الفلوس تستلم الكتاب بإيدك بغض النظر عن الشحن. فإن شاء الله على مستوى الجمهورية من اسكندرية لحد أسوان نوصل لك بإذن الله. طيب، إيه هو محتوى الكتاب؟ وإيه هو محتوى الكورس؟ ومتقسم إزاي؟ وإزاي أشترك؟ وإزاي أشتري الكتاب؟ أول حاجة تعالى نتكلم عن محتوى الكتاب. وأول حاجة في محتوى الكتاب هو الغلاف بتاع الكتاب، إن ده دلالة قوية جدا إن ده كتاب الحقيقي للجهري. اول حاجه كلمه الجهري، سواء دي او اللي في الظهر، هتلاقيها بارزه تحسها بايدك، تمام، وفيها لمعه بسيطه كده. لو لقيتها ممسوحه ومتساويه بالكتاب او باهته او الكلام ده، مش احنا الكتاب من جوه مش هتلاقيه بهذه الجوده، جوده محترمه جدا، محتاجك ان انت تتاكد ان ده الكتاب الاصلي. وكمان هتلاقي ان هو في حيوان منوي وبويضه بيخصبوا بعض، وبعد كده بيتكون زايجوت وحاجات كتير كده لحد ما يوصل للجنين في الشهر التاسع من حمله وهيتولد دلوقتي، والاكسيتوسين هيعمل انقباضات في الرحم ويولد. شايف كل الحاجات دي بقى؟ حس كده هتلاقي برضو انها بارزه، بالاضافه بقى للنباتات الزهريه وحاجات كده جميله، وفي جراثيم في شغل كويس في الغلاف بتاع الكتاب ذات نفسه. بعد كده هتدخل هتلاقي فيه رساله من الجهري في مقدمه، اتمنى ان انت تقراها ونقراها مع بعض دلوقتي. بعد كده الفهرس، بعد كده المحاضرات، تمام. هنتكلم في فيديو منفصل ازاي التكاثر متقسم، ولكن سريعا هو عباره عن خمس دروس، ثلاث دروس كورس اسمه التكاثر ما قبل الانسان، ودرسين اسمهم التكاثر في الانسان زائد الورشه، يبقى ثلاث حاجات مع ثلاث حاجات، ثلاث دروس ودرسين مع ورشه، تمام. ده الشهر اللي هو 11 ان شاء الله، ثلاث دروس، اول ثلاث دروس، وشهر 12 الدرسين الاخرين زائد الورشه. طيب، هل انا ممكن اشترك في الكورسين مره واحده؟ ايوه، في عرض اسمه التكاثر كاملا زائد الورشه، وهتلاقي عليه خصم محترم. اما لو انت عايز تشترك بشهر هتلاقيه برضو متاح في الكورسات المنفصله. طيب، متقسمين ازاي الخمس دروس دول؟ الثلاثه الاولانيين عباره عن خمس محاضرات. الدرس الاول عباره عن محاضره طويله هتاخد مننا اسبوع ونص. الدرس الثاني عباره عن محاضرتين هياخدوا اسبوع واحد، يعني يوم الاثنين هتلاقي محاضره ويوم الخميس هتلاقي محاضره بالشرح بالحل بكله، لانهم محاضرتين خفاف، تمام، بس مش متعلقين ببعض، فما ينفعش اشرح لك كل مره واحده واحل كل مره واحده. بعد كده الدرس الثالث عباره عن اسبوع ونص، يبقى كده شهر 11. شهر 12 عباره عن الدرسين بتوع التكاثر الانسان بالاضافه الى ورشه التكاثر اللي هي هتبقى اخر حاجه قبل المعسكر باذن الله. نوعدكم ان شاء الله بمستوى جيد جدا، ربنا يوفقنا وييسر لنا الحال، ان احنا ربنا يضع لنا القبول وييسر لنا القدره والقوه على ايصال المعلومه، وييسر لكم القدره على الفهم والحفظ والوصول لاعلى الدرجات باذن الله، سواء في الكتاب سواء في الكورس. ان شاء الله تشوف مستوى يعجبك جدا ويليق بينا ويليق بيك كطالب ثانوية عامة علم علوم. ربنا يوفقك ودكاترة، واشوفكم دايما في احسن حال. متى تجفو ضواحيك المنايا وتخفت فيك الصور.